الحمد لله، لاباس عليكم، كل شيء بخير. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة. اليوم جيت نشارك معكم واحد الغديوة بسيطة ظريفة، ما كاينش انا وبنتي كاينين وقلال، وقلت نشاركها معاهم علاش لا. واحد الطريقة تاع الدجاج كتجي غزالة، شكل جديد ومذاق جديد غير اللي متعودين عليه. بطبيعة الحال كنجيب الدجاج محمر، كنديرو بالزيتون، كنديرو بالزعفران، بالسمان، كنديرو عادي بالبطاطا والزيتون. مي هاد الطريقة عاوتاني مختلفة شوية، قلت علاش لا ما نشاركاش معاكم. كنديرها وكتعجب ولادي، كتجي لذيذة وكتجي مذاقها مغاير وما فيها باس نشاركها معاكم. المهم الدجاج انا ديما كنقول لكم الناس كمية اللي نتوما أسرة الأسرة، حسب أسرة الأسرة شحال كاينين ديري الكمية. نتوما بجوج غديري قليل، نتوما بزاف غديري شويه تكثري. المهم عندي واحد الطرفه دجاج، كاين الفخاد وكاين الفخوده زعما انواع الفخوده، الفخاد كله زعما التحتاني وفوقاني ديالو، كاين طرفه تاع الصدر. المهم كميه تاع الدجاج، كاين قزبر ومعدنوس، كاين زيت زيتون، التوابل كاين كركم يعني خرقوم، وكاين سكينجبير يعني جنجبيل، وكاين الفلفل الحلو يعني التحميره، كاين الكمون، الملح حسب الذوق، كميه من الهريسه. كيجي الطبق خصو يجي حار، اللي ما كيبغيش الحار ما يدير يستغني عليها، والثومه بطبيعه الحال، والزيتون للتزيين. هادشي اللي عطى الله اللي كاين فيه، صافي ما كاين حتى حاجه. هاد الدجاج كيجي مذاق الحوت، كيتشرمل بشرمولة الحوت. هاد الشرموله هي تاع الحوت الا متذكرين، هذه شرمول اللي كندير المعتاده ديالي اللي كندير في الحوت. اليوم غنديرها غنشرمل ليها الدجاج وكتغير لي الطعم ديالو سبحان الله العظيم. المهم انتوما انا عندك قزبر ومعدنوس نقطعو مع الثومه ونديرو في المهراز ندكهم وندير معاهم التوابل، وانتوما معايا. المهم انا قطعت الربيع ونقيت واحد جوج ريوس تاع الثومه، غندقهم دابا في المهراز وندير فيهم التوابل ونشرمل الدجاج ديالي وندير في الطنجره. من بعد ما دقيت شرموله دابا غندير فيها التوابل، نص معلقه الكركم، نص معلقه الكمون، ولا كمون نزيدو شويه معلقه صغيره طبيعي الحال، نص معلقه سكينجبير، نص معلقه الفلفل الاحمر يعني الحلو، الملح راني الملحه البنات درت القياس. ديما كنقول لكم الملحه حاولوا تقلوها ما تكثروش لحقاش. غندير مازال الحامض، راني ما ذكرتوش لكم، غندير نص حامضه معصوره مع هاد مع هاد الشرموله صافي. غنزيد الهريسه، كاين اللي ما يبغيهاش يستغني عليها، واحد نص معلقه ها هي، وزيت زيتون طبيعي الحال صافي. غنخلط هاد الشرموله ونشرمل فيها الدجاج. المهم غنعصر نص حامضه، اش قلت لكم البنات ما تقويش الملح، وياكم وياكم الملح، ديروا على قياسكم صافي. نخلط الشرموله ديالتي ونديرها مع الدجاج. المهم هاد الدجاج ديالي ملي شرملته كيجي على الطريقه، ونسيت البنات ما ذكرت لكم نشلط واحد البصيله باش غنطيبو. دابا غنديرو في الطنجره وندير عليه البصله وندير عليه شويه الماء ونخليه يطيب على خاطرو. هاديك الساعه بغيتي تزينيه بالفريت اللي بغيتي، بغيتي تاكليه بوحدو بالزيتون، انت عندك الاختيار. المهم ها هو مشرمل، دابا غنديرو في الطنجره وندير عليه البصله ونديرو على النار يطيب، ايوا عليكم الاختيار. المهم انا درته في الطنجره ودرت عليه البصله، دابا غنزيد عليه واحد نص كاس الماء ولا كاس الماء ونخليه يطيب على النار مهيله حتى وكان يطيب على خاطرو. في الاخر ملي يطيب غنزيد عليه الزيتون وطرفه الحامض، وغنحضر معكم واحد طبق ديال السبانخ. والسبانخ غنيه عن التعريف، يعني الورق الاوراق الخضراء الميزه ديالها والفيتامين والحديد واللي فيها كل شيء. المهم بلا ما نطول عليكم، كل شيء تبارك الله صافي البيت يعرف هذا الشيء. غنديرها بطريقه تاع الخبيزه ان شاء الله، غنقطع دابا وغنديرها في المقله وندير عليها الشرموله اللي درت في معاكم في الدجاج دابا، ونخليها تشحر فوق المقله ونتلاقاو في غدي وتنال بسيطة. بعد ما قطعت السبانخ يعني لي زيبينال غندير فيها التوابل. انا غندير توابل عادية بحال اللي كندير في البقولة زعما في الخبيزة، ما غنديرش كي اللي كيديرها
بالبيض كي اللي كيديرها بهذاك شامبينيون كيتفنوا فيها الناس. انا غندير عاديه بلديه مغربيه الشرموله ديالتنا العاديه. وانتم معايا غندير شي واحد المقدار تاع الزيت زيتون، غندير كمون واحد نص معلقه، فلفل حلو يعني تحميره، ها هي الهريسه، مقدار من الملح ديما كنقول لكم الملح حسب الذوق، كزبر ومعدنوس والثومه، وكل شيء غنديرو فوق البوطه دابا ونشحرو ونخليه. هذه الكميه كتبان لكم دابا كثيره، غير طيب كتولي قليله كتقل بزاف سبحان الله العظيم. المهم انا غندير على البوطه ونبقى غادا بالتحراك بالتحراك حتى وكان طيب ونطلقوا في الوجه في الاطباق. وهذا الطبق النهائي ها هو يا وجدناه بالصحه والراحه. ما نعاود لكمش كيفاش كيجي المذاق المغاير. ونصيحه للبنات اللي بغات دير عاوتاني بغات دير طير كامل زعما فروج كامل ولا دجاجه كامله فاينه تقدر ديرها، اللي عندها طروفه على حسب الامكانيات تاع الناس، كل واحد يتمشى على قد حاله. المهم حتى الدجاج صين كيجي فيه هاد التسبيله وكتجي واعره وكتجي واحد المذاق ما نعاود لكمش. انا ما زينتو حتى حاجه غير بالزيتون والحامض. هانتوما الغداء متواضع بسيط شاركته معكم. وها السبانخ هما كيجاوش اللون ديالهم كيبقى، زوقتهم بالزيتون تما من الفوق ومطيبين. المزايا تاع السبانخ يعني الزيبينار لا تحصى. المهم هذا غدا متوازن، السبانخ غنية بالحديد غنية بالأملاح المعدنية، الدجاج غني بالبروتينات. وما معكم هذا الفخيص وقطعته هذا الموسم ديالو استغلوا الفرصة، تا هو غني بالفيتامين سي ولا تحصى الفيتامين اللي فيه. المهم شاركت معكم غديوتي البسيطة المتواضعة ونتمنى تعجبكم وتاخذوا فكرة وتنتوما تطبقوها. ايوا ما تنساوناش من الدعم والاشتراك والمشاهدة الكاملة، وإلى فيديو قادم بإذن الله.